يا باشمهندس اهلا بيك. الله، انت عامل لي كمين يا ابراهيم؟ وعلى عندي بيه. ربنا يخليك يا باشمهندس. كل سنه ويبارك في حضرتك. وعندي بيه ده اخويا وعشره العمر كله، وحبيبي حبيبي طبعا بالتاكيد لك كل تقدير يا باشمهندس. يعني ده استاذ كبير قوي قوي قوي، وانا والله بتعلم منه وتعلمت منه. ربنا يخليك باشمهندس. كل سنه وانت طيب الاول. يعني دي حقيقه. كل سنه وحضرتك طيب الاول. رجل المواقف. انا هقول لك حاجه بس يا عامر بيه، يعني فرج بيه لو سمحت، يعني سر صغير. فرج بيه اهلاوي. طب مش سر. لا مش ده السر. السر اللي جاي مش ده السر. ذلك هي الحقيقه دي. السر طيب. الحقيقه السر طبعا. ابنه مش اهلاوي. ابنه في سن العشر سنين كان يبعته بالسواق بالعربيه يتفرج على التمرين ويرجع. مظبوط. يعني انا عرفت مدخله. يعني لا، يعني مش اهلاوي تقليدي كمان. طبعا 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 باشمهندس. بالتاكيد التعاون اللي على مستوى الحدث الحقيقه بين الاهلي وسموحه ممكن يكون مفيد للطرفين في حاجات كتيره كبيره، مش كده؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. وخاصة طبعا ان على رأس الاهلي الكابتن محمود الخطيب. ايوه. ويعني تجمعني بيه صداقة قديمة جدا جدا جدا، واحترام كبير قوي. وطبعا احنا انا بسنده طبعا بكل قوة وبكل شيء. وهو لما كلمني الموضوع خلص في 5 دقايق، يعني مفيش أي حاجة. يعني خلص الموضوع مفيش 5 دقايق. خلص من ناحية المبدأ، انما من ناحية الشطارة استمر شوية. لا مفيش شطارة والله. لا لا لا، انا اعتقد انه كله كسبان. اي نوع من الشطاره؟ بالعكس، انا لما قلت للكابتن خلاص الموضوع انتهى، قسما بالابراف خارجيه من خارج مصر، قسما بالله حاولت انها تدخل كذا كذا، الموضوع اتقفل وانتهى، والايام هتثبت ذلك. لا لا، ده هو دي النقطه بقى اللي انا كنت عايز اشكرك عليها. من بره مصر قسما بالله العظيم، دي النقطه اللي عايز اشكرك عليها، عشان برضه اقول لحضرتك انها ليست معروفه. يعني ليست يعني ناس، يعني انديه عربيه من خارج مصر، يعني حصل هجوم كبير قوي عشان طبعا ياسر. وهو ياسر طبعا انا سالته سؤال واضح، قلت له انت عايز تروح فين؟ قال لي الاهلي. وهو عايز يروح الاهلي، واحنا اتفقنا على كده وخلاص الموضوع انتهى واتقفل. وانا كلامي مع الكابتن خطيب غير قابل للتغيير وغير قابل للتبديل. ومبروك عليكم ياسر. وياسر كمان غير ان هو لعيب ممتاز، اخلاق ممتازه، اخلاق قمه في الامتياز. والسفير بتاعنا بقى اللي عندكم باذن الله كده يرجع لنا عمرو بركات بقى بالتوفيق ليه ان شاء الله. في عينينا في عينينا. بص انت فرقه الاهلي فيها 6 لعبوا في سموحه. الحمد لله. يعني ناصر ماهر ده ربنا يحميه. صحيح. طبعا وايمن اشرف واسلام محارب وحمودي محمد لعب عندنا سنتين واخد بساتك، وستة لاعبين، وهو ياسر ابراهيم. فيعني ده حاجه جميله جدا جدا جدا، واحنا سعداء بذلك جدا جدا جدا. هو الجميل في هذا الانتقال غير ان هم لعيبه كوره. انا عايز اقول لجمهور حضراتكم ان الناس اللي انا قلت اسمهم، طبعا كل لعيبه الاهلي ناس محترمين وكده، قمه في الادب والاخلاق والالتزام. يعني هما مثل للشباب المصري. الحمد لله. كافح. نعم. صحيح. الحمد لله، ونتمنى لك كل التوفيق، لان الحقيقه العفو ده انا شاكر. هذه المره كله خارج كسبان. الحمد لله الحمد لله. دايما كده ربنا يجيب الخير ويجيب الفرح ويجيب السعاده والتعاون المثمر والايجابي، واحنا يعني معاكم وتحت امركم. سموحه كان تلقى عروض مكتوبه من اي اطراف اخرى غير الاهلي يا باشمهندس؟ الزمالك ما بعتش، لكن في انديه ثانيه بعتت عشان اكون واضح. قسما بالله بعد ما اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب، قسما بالله ان جالنا حاجات باسعار اكثر كثيرا، لكن هو انا يعني طبعا طالما قلت كلمه الموضوع انتهى ومنتهي. وانا قلت للكابتن محمود يا كابتن خلاص، لو محفوظ الارض كلمه التزام. لا حضرتك ايام طارق حامد ما انت كلمتني وقلت لي انا عايز اقول لسيادتك حاجه، وجميع اللاعبين ما انا عرضتهم على الاهلي، انا عرضتهم. مش طارق حامد بس، انا عرضتهم على الاهلي. ايوه انا عرضتهم. عمرو بركات تم قيده. كنت كلمت حد فيه وقلت له خلي بالك طارق حامد ده احسن لاعب خط وسط في مصر، صدقني ده راجل مقاتل كذا. حتى انا وقتها قلت لك المهندس محمود طاهر عامل عمره
قلت لي حاول تتصل بيه واتصلت بيه فعلا. حصل. عمرو بركات تم قيده في قائمه سموحه وممكن يلعب بكره مش كده؟ بص حضرتك، هو تم قيده في قائمه سموحه، يلعب بكره او ما يلعبش بكره ده مش قرار المدرب. تمام. بس ما اعتقدش يعني ان هو يقدر يلعب مباراه او كده. هو لو اداله 10 دقايق ولا ما اعرفش طبعا في النهايه دي حاجه بتاعه المدير الفني، ما اعرفش هيعمل ايه. وانا لا اتدخل في عمله، لكن طبعا النادي مليان لعيبه كويسه، واحنا طبعا باللاعب الاهلي عمليه مش سهله طبعا. وطبعا الاهلي لم يشترط على سموحه زي ما لم يشترط على اي نادي اخر بيعير له لاعب انه ما يلعبش ضده، ده مش موجود. حضرتك بص حضرتك يعني التعامل يعني منتهى الشياكه ومنتهى الرقي ومنتهى الاحترام، وحاجه شيك جدا ونموذج للتعامل بين الانديه المصريه. مبروك الصفقة المتبادلة وإن شاء الله بالتوفيق يا باشمهندس. يا رب يا رب يا رب يا رب، وبالخير على الأهلي يا رب. ويا رب نقدم مباراة طيبة بكرة بإذن الله يعني. يا رب، ما ده اللي هيحصل. مباراة محترمة فيها تنافس وفيها إن شاء الله ندية وفيها كفاح وفيها واللي هيبذل المجهود أكتر هيكسب وهنبارك له. إن شاء الله، شكرا جزيلا للمهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.